السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحرارة مفرطة على الطريق الوطنية رقم 17. انطلق عبد الحميد المتراسي بشاحنة الوزن الثقيل من وجدة وقد حملت بأطنان من الإسمنت. كانت وجهته النهائية مدينة جرادة، وقبلها كان سيتوقف بعدة محطات. لم يكن عبد الحميد المتراسي بشكل سائق الشاحنات الأوروبيين من ذوي البنيات الجسمية القوية والشوارب المعقوفة والأوشام المطبوعة على الذراعين. كان رجلا أربعينيا متوسط الطول، ينزع إلى أن يكون هزيلا. الذين يعرفونه عن قرب يعرفون أنه يعاني من مشاكل المعدة. كان الرجل حين ينزل من تلك الشاحنة الضخمة يبدو كطفل هندي يقود فيلا. توقف عبد الحميد في مركز جنفودة، حيث أنزل ثلاثة أطنان من الإسمنت لمقاول في وجدة ينحدر من هناك. لم يلاقي كبير صعوبة، فقد كان في انتظاره عدد من العمال الذين يشتغلون في ورش بناء منزل كبير على الطريق الرئيسية التي تعبر جنفودة. لم تكن المرة الأولى التي يتوقف فيها عبد الحميد في ذلك المركز، بل إنه على مدى السنوات الخمس التي أمضاها على الطريق بين وجدة وجرادة تمكن من أن يقيم علاقات لا يستهان بها. صار وجها مألوفا في قرى ومحطات عديدة، وكثيرا ما اصطحب معه في طريقه معلمين معينين في مناطق نائية أو موظفين في مصالح مختلفة في نقط شتى على ذلك المحور الطرقي. لما رفع الآذان لصلاة الظهر من مسجد عمر بن عبد العزيز، كان العمال قد أوشكوا على الانتهاء من إنزال الأطنان الثلاثة من الإسمنت. من مقصورة القيادة من ركن بداخلها أخرج قنينة ماء وتنحى جانبا، توضأ استعدادا للصلاة. في تلك الأثناء بدأ عمال البناء في تلفيف ما بقي من حمولة وربطها بإحكام. مضى إلى حيث وضعت أكياس الإسمنت، أحصاها، كانت تناسب المطلوب إنزاله. طلب من حارس الورش أن يتولى حراسة الشاحنة ريثما يؤدي صلاة الظهر في المسجد. لما توارى عبد الحميد وبينما اتخذ الحارس مكانا في باب كوخ الحراسة، توقفت غير بعيد عن الشاحنة الكبيرة سيارة رباعية الدفع بيضاء. نزل منها رجلان لم يسبق للحارس أن رآهما من قبل. كان أحدهما يضع على رأسه قبعة جلدية تشبه تلك التي يعتمرها رعاة البقر، وكان الثاني ذا شعر طويل وعلى عينيه نظارتين سوداوين. تقدم ذو القبعة الجلدية إلى الحارس وسأله عما إذا كان الورش الذي يعمل به هو ورش المقاول العسلاوي الذي يعمل في وجدة. بعد أن تأمل وجه الرجل أكد الحارس أن الورش يعود للعسلاوي، ثم سأله إن كان يحتاج إلى خدمة ما، ولكن الرجل اكتفى بالقول إنه أراد أن يعلم فقط، لأن المقاول العسلاوي صديق قديم له وأنه حكى له عن بناء منزل كبير في مسقط رأسه جنفودة. كاد الحارس ينسجم مع الرجل في الحديث لما ظهر عبد الحميد. ما أن رآه ذو القبعة الجلدية حتى ودع الحارس والتحق بصاحبه ذي الشعر الطويل. وقبل أن يبلغ عبد الحميد شاحنته، كانت السيارة رباعية الدفع قد انطلقت مسرعة ووصلت الطريق جهة الجنوب. ماذا كان يريد ذاك الرجل؟ سأل عبد الحميد. لا شيء، قال الحارس قبل أن يضيف، إنه صديق للعسلاوي، أراد أن يتأكد من أن المنزل الذي يبنى هو منزله. لم يسأل عبد الحميد سؤالا آخر، ومضى يتحدث عن أحوال الجو وهو يطوف بالشاحنة ويراقب ما إذا كان العمال قد أحكموا ربط الغطاء الذي يلف الإسمنت. كان الحارس يلازمه في طوافه حول الشاحنة. أدخل عبد الحميد يده في جيب معطفه وأخرج دريهمات أعطاها لحارس الورش. تسلق مقصورة القيادة، ولما استوى في مكانه وضع على عينيه نظارتين سوداوين ثم شغل المحرك. انتظر دقيقتين ثم انطلق، لوح بيده للحارس مودعا. لما اقترب من مركز البريد لم تكن سرعة الشاحنة قد أخذت مداها. على جانب الطريق
رجل بجلباب أبيض يلوح. كان عبد الحميد قد تعود كما سائقي شاحنات آخرين على أن يستوقفهم من يرجوهم حمله معهم، وكانوا يعتبرون ذلك خيرا يفعلونه. في النهاية هم لا يغيرون وجهاتهم. نحى عبد الحميد بشاحنته إلى أقصى اليمين. جاء الرجل ذو الجلباب الأبيض بمحاذاة نافذته وسأله إن كان يستطيع حمله إلى عين بن مطهر. رد عبد الحميد بأن وجهته جرادة وإنه يستطيع أن يحمله حتى مفترق الطرق. بدا الرجل غير عارف بالمسافة التي ستظل تفصله عن عين بن مطهر. أدرك عبد الحميد أن الرجل غريب عن المنطقة. طمأنه إلى أن المسافة التي ستبقى لن تكون بالأطول من تلك التي سيقطعانها سويا. مر الرجل أمام مقدمة الشاحنة، تتبعه عبد الحميد من وراء نظارتيه السوداوين. تسلق المقصورة وما أن جلس وأغلق الباب حتى تحركت الشاحنة. سمع المحرك يزمجر ثم استوت على الطريق. مرت لحظات التسم فيها الرجلان الصمت، ثم سأل عبد الحميد الرجل الجالس الآن إلى جانبه: يبدو لي أنك لم تسافر من قبل إلى عين بن مطهر. نعم هو كذلك. ودون أن يسأله أضاف الرجل: لقد طلبني أناس من بني مطهر لأكون إماما في مسجد هناك. هذا شيء جيد. ثم عاد الصمت يخيم على المقصورة، ولعل عبد الحميد أراد أن يكسره لما امتدت يده إلى شريط وألقمه الراديو كاسيت، وما هي إلا لحظات حتى سمعت موسيقى. التفت السائق إلى الفقيه: هل تحب الموسيقى؟ لا بأس لا بأس. كانت الشاحنة المثقلة بالإسمنت تسير بسرعة 60 كيلومترا في الساعة. علم عبد الحميد من الرجل الذي شذب لحيته السوداء بعناية أنه من نواحي الحسيمة، وأنه أقام فترة في وجدة يطلب العلوم الشرعية، وأنه لما توصل بذلك العرض من أناس من عين بن مطهر لتولي الخطابة هناك لم يتردد. قال إنها البداية التي يأمل أن تفتح له أبواب الخير. قدم الفقيه الشاب لعبد الحميد دروسا وعبرا، وسرد عليه أحاديث، واستشهد بآيات قرآنية. تحدث عن عبادات ومعاملات وأحكام، وكأنما يهيئ نفسه لمهمة خطيب الجمعة. كان عبد الحميد ينصت إليه، ولعله شرد مرات عدة. ثم ظهرت العلامة التي تبين وجهة العوينات. قال السائق للفقيه إنه سيودعه هناك عند المنعطف. بشر الاستعداد للوقوف لما انتبه إلى وجود دورية للدرك الملكي. أشار إليه دركي أن يتوقف، امتثل. تقدم الدركي نحو الشاحنة، سأل عبد الحميد عن وجهته، رد بأنه يريد إلى جرادة. طلب منه أوراق الشاحنة ووثائق حمولتها، ولما قدم كل الوثائق سأله الدركي عن الشخص الذي يرافقه. قال إنه فقيه حمله من قنفودة، وإنه يريد أن يذهب إلى عين بن مطهر. بدا الدركي غير معني بذلك التفصيل، ومضى يراقب ما تحمله الشاحنة. قال له عبد الحميد إنه يحمل الإسمنت، وإنه أنزل جزءا من الحمولة في قنفودة، وما بقي على متن الشاحنة نصفه موجه إلى تاجر في العوينات، والنصف الآخر إلى ورش بناء في جرادة. ثم سأله الدركي من جديد عن الذي برفقته. قال إنه لا يعرفه، وإنما استوقفه وطلب منه أن يحمله معه. إذاك طلب الدركي من الفقيه بطاقة تعريفه الوطنية. تظاهر بالبحث عنها في حقيبة جلدية قديمة كانت معه. رآه الدركي وهو يفرغ الحقيبة من بضع كتب كانت فيها. في تلك الكتب لم يعثر على شيء. تقدم نحوه الدركي: هل لديك بطاقة تعريف أم لا؟ هل لديك وثيقة أخرى تثبت هويتك؟ لم يرد الرجل ذو الجلباب الأبيض. ثم توجه الدركي إلى عبد الحميد: كيف تحمل معك شخصا لا تعرفه؟ هذا الرجل لا يحمل بطاقة تعريف معه. في تلك اللحظة أطل الفقيه من نافذة الشاحنة وهو يقول: ها هي البطاقة، لقد عثرت عليها. في البطاقة
فإن الرجل الذي يدعى موسى أيد صالح يسكن في ترجيست، وقد لاحظ الدركي شيئا غير عادي في البطاقة. الصورة التي تحملها تبدو وقد أدخلت في البطاقة التي أعيد تغليفها. عرضها على رئيسه الذي كان بجانب سيارة الدورية. ساورته شكوك هو الآخر. في الشاحنة لم يكن الرجل يبدي كبير اهتمام، كذلك كان يبدو. عبر اللاسلكي اتصل رئيس الدورية بمركز الدرك. تم تنقيط البطاقة. تبين أن موسى أيد صالح رجل من ترجيست، ولكنه يعيش حاليا في أوروبا. زادت الشكوك حول حقيقة هوية الرجل ذي الجلباب الأبيض. تقدم نحوه الدركي وأبلغه بأن عليه أن يرافق الدورية إلى جرادة، وطلب من عبد الحميد أن يتقدم إلى مركز الدرك هناك ما أن يصل. نزل الفقيه. لاحظ عبد الحميد أن لونه قد اصفر، واستغرب أنه لم يبدي احتجاجا ولم يحاول حتى. في مركز الدرك الملكي بجرادة تم الاستماع لعبد الحميد الذي أكد روايته الأولى. بينما رفعت بصمات الرجل ذي الجلباب الأبيض، كانت حاسمة اللحظات التي عرضت فيها تلك البصمات على الحاسوب. الواقف أمام الضابط الذي تولى الأمر رجل اسمه عبد الرزاق الطنان، ويجري البحث عنه منذ شهرين للاشتباه في تورطه في عملية قتل وقعت في وجدة. كانت نهاية الرحلة بالنسبة لذاك الذي ادعى أنه فقير.